حضرتك كنت باك رايت في المنتخب الإسباني صح كده؟ ساكتو سي بالطبع لابيرال دريتسي. أنا كنت على الطرف اليمين. تمام. عايزة برضو حضرتك تشرح للناس أكتر حققت إيه مع المنتخب الإسباني من أولمبياد كأس عالم، عايزة حضرتك توضح أكتر للناس. اوف a ver a nivel junior على مستوى dos الجونيور subcampeonatos del mundo 2 كاس a nivel عالم، adulto وانا كبير dos شويه في subcampeonatos de السن، Europa كاسين un اوروبا mundial كاس عالم y dos medallas de bronce en وميداليتين los Juegos Olímpicos برونزيتين de في الالعاب Atlanta y de الاولمبيه في Sydney. اتلانتا وفي سيدني. ده تاريخ مشرف وعظيم جدا، وانا دايما بقول ان انا لما اكون لاعب وشايف مدير فني قدامي بالسي في التقيل ده، سواء وهو لاعب او على المستوى التدريبي، بيفرق معايا، بيبقى عندي ثقه كده غير طبيعيه فيه، لانه تاريخ حافل وانجازات وسي في تقيل جدا جدا جدا. مين كان جيلك من اللعيبه المصريين، ويا ترى فاكر اسمائهم؟ فاكر حد قابلته في نادي الزمالك كان جيلك مثلا، او فاكره من المنتخب المصري؟ Mira, Hussein أنا Zaki, أتذكر él está en حسين Ciudad حسين Real, زكي Ciudad Real, لعب في y luego سيوداد estuvo ريال en Zaragoza. وكمان لعب في Realmente, سراغوسا. un jugador muy هو duro, لاعب bueno يعني técnicamente, مهم جدا، y son ومن de esos الناحية jugadores muy الفنية duros en ataque. Es muy وفي fácil ser الهجوم duro en أيضا، defensa. وده أمر صعب Pero جدا، eran لأنه من esos jugadores que al السهل إن contacto أنت en تكون ataque قوي resistía muy bien في el الدفاع، golpe, لكن في entraba muy الهجوم duro, كان بيتدرب muy duro كتير en el جدا، contacto كان لاعب y un jugador مهم con mucho gol. جدا وليه اهداف كتيره جدا. صحيح. وعايزه اقول لحضرتك ان هو كمان درب نادي الزمالك وقدر ياخد معاهم بطوله الدوري، ومن الاساطير عندنا هنا في مصر في كره اليد المصريه طبعا والزملكاويه، هو من اشهر الناس عندنا هنا في كره اليد، فطبعا ده اسم كبير جدا عندنا حسين زكي.